اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من فولو اب، معي انا يارا. بخبرنا الاول رح نشوف كيف فضح رجل اعمال عراقي فساد موظفي مطار دمشق الدولي والحواجز الامنيه بدمشق. بنروح بعدها حتى نشوف فيديو لاحد قاده ميليشيا الحشد الشيعي بالعراق بس بكازينو. ننتقل لتركيا وفيديو لمزارع عم يرمي محصوله بحاويات القمامه. وبنختم بتونس مع حادثه غريبه لطاقم طبي نشر فيديو جوا غرفه العمليات وهن عم يرقصوا على تيك توك اثناء اجراء عمليه لمريض. تخيل انك رجل اعمال جاي على بلد محتاجه اموالك ومشاريعك الاقتصاديه، بتنزل من الطياره ببلشوا موظفين المطار من هون اهانه ومن هون ذل، بتطلع برا المطار وعلى كل حاجز بدك تدفع رشاوي لحتى تمشي. هذا الشيء صار مع علاء النوري وهو رجل اعمال عراقي. علاء النوري نشر بوست طويل على حسابه بفيسبوك وقال فيه: الى من يهمه الامر في مطار دمشق الدولي، المطار يعتبر واجهه البلد الاولى امام الزائر الاجنبي مستثمر او رجل اعمال او سائح، لكن للأسف من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب بتمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم وبالأخص مع العراقي. رغم مواقفنا بأزمة الشقيقة سوريا، سيكون الانطباع الأول أن البيئة غير صالحة للاستثمار الأجنبي في هذا البلد، وتقسم أنك لن تكرر الزيارة. شكاوي كثيرة من شريحة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، وبالنسبة لصالة الدرجة الأولى الأفضل إغلاقها نهائياً. ابحثوا عن معايير وضوابط العمل بمطارات العالم وتعلموا كيف تستقبلوا وتودعوا ضيوفكم بعروبتكم يا سادة. الردود على بوست رجل أعمال عراقي كانت متفاوتة، بس رجل أعمال سوري اسمه عبد العزيز الرفاعي ومثل ما بيقولوا إجاي كحلا قام عماها عبد العزيز، كتب وقال: أخ علاء، أنا شخصياً أضع كل الحق على الأشخاص الذين يستقبلونك ويودعوك بمطار دمشق. يجب أن يكون لك وكيل بسوريا أو يكون لك مدير مكتب مؤهل ويتمتع بخبرة كبيرة باستقبال رجال الأعمال بزيارتك القادمة إلى سوريا. أنا سأستقبلك المرة القادمة بمطار دمشق وسوف أعين لك شخص مؤهل ومتدرب لاستقبالك. يعني ببساطة عم يقول له لازم يكون عندك عالم يطالعوك من بين إيدين موظفين المطار والحواجز الأمنية، بدل ما تدفع للحواجز وأنت حاسس بالذل بتحط موظفين وبدفعوا لك لحتى يمرقوك بعز. هاي حال بلدان الممانعة. على العموم الردود ما وقفت هون، وخصوصي بعد ما نشرت مواقع محلية بوست رجل أعمال عراقي وكان التفاعل من العراقيين والسوريين كبير. مثل شادن اللي قالت: وبعد لو شايف تعامل الجهات الموجودة بطرطوس شلون بيستفزون غير الألفاظ السوقية، والله هلأ عندي سفر لسوريا وجدا متمللة بسبب التعامل. أما زياد فكتب: من شهر سافرت من مطار دمشق وكانت أول مرة بحياتي بسافر منه، وبعدها حلفت يمين آخر مرة. أما إيمان فعم تقول: من شهرين طلعت لأول مرة من مطار دمشق وإن شاء الله تكون آخر مرة. استغلال مو طبيعي للمسافر من لحظة وصوله لباب المطار للحظة الدخول إلى البوابة، كله بده يشلح مصاري. بشار كتب: أنت فهمان الموضوع غلط يا غالي، هذا الوضع مو بس عليك أو لأنك مستثمر، هذا الوضع على الكل حتى علينا نحن أولاد البلد. بعدين لسه ما استثمرت وشفت البلاوي اللي ناطرتك لاحقا وبلشت تشتكي، كيف لو بلشت؟ يبدو أن التاجر العراقي اتضايق لأنه عم يتعامل هاي المعاملة، بس موظفين المطار ومخابرات أسد حبوا يعاملوك مثل ما بيعاملوا أولاد البلد وبيعتبروك أنك سوري. بس شو بدنا نقول، خيرا تعمل شرا تلقى. بياخذوا منا 700,000 ليرة روحة رجعة وما عم يرجعونا. ليش؟ وشلحوني على 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 الوزن 100,000. العشائر بالعالم العربي لها وزن الاجتماعي والسياسي وحتى الأمني، وشيخ العشيرة هو منصب جامع كل ما سبق. الشيخ محسن الدنبوس بالعراق أصدر وثيقة تخلى فيها عن ابنه محمد الدنبوس بعد انتشار فيديو لمحمد يقال أنه كان بأحد الكازينوهات. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. اللي موجود بوثيقة الشيخ محسن اللي تم تداوله على منصات السوشيال بالعراق كانت التالي: نعلن براءتنا العشائرية من المدرجة أسماءهم أدنى، وذلك لعدم التزامهم بالعرف العشائري وليس لأحد الحق بمطالبتنا بالفصل أو الدية عن كافة أعمالهم، وبالمقابل فإنه ليس لنا الحق بالمطالبة بفصل أو دية لأي منهم.
وهي خلاصية اللي بريء منهم أمام الدولة والعشائر. الاسم محمد محسن الدنبوس. الوثيقة مثل ما شايفين مترخة بتاريخ 24/11 العام الماضي، بس التداول كان عليه من أيام على المنصات العراقية بعد إلقاء الأجهزة الأمنية بالعراق القبض على محمد بتهمة التشهير بشخصيات على الإعلام. محمد كمان معروف بهجومه المتكرر على ما يعرف بالعراق بثوار تشرين ووقوفه إلى جانب ميليشيا الحشد. السوشيال ميديا بالعراق ضجت بقرار براءة الأب من ابنه وتداول بشكل كبير على هذا الخبر مع فيديوهات جديدة وقديمة لمحمد الدنبوس. وصفي كتب وقال: السيد محسن الدنبوس يعلن براءته من ابنه محمد وإخراجه من العشيرة أيضا. يذكر أن محمد والذي تم الإلقاء القبض عليه بوقت سابق والذي كان يدعي أنه شيخ عشائر الجنوب انتشرت له مقاطع فيديو خادشة للحياء كان يتهم ثوار تشرين بالعمالة وقلة الأدب. تعليق آخر من أبو منتظر بيقول: بعد ما شهره الإعلام خاف على علاقاته السياسية والعشائرية. تعليق من مصطفى بيقول: ابن الشيخ شيخ وما بيساوي هيك سوالف، لأنه بفكر وراء أب خلف وربى وأكل أبنائه لقمة حلال، لا سارق ولا أخذ حق الآخرين. أما كركوك عمار قال: رجال قيادي بالحشد ومصورينه بالملهى مع وحدة. فيديو متداول بالساعات الماضية لمزارعين أتراك بولاية أنطاليا وهن عم يرموا محصولاتهم الزراعية بالحاوية بسبب عدم قدرتهم على بيعها بعد الإغلاق التام. خلونا نتابع سوا. وعدد من الفيديوهات تم تداوله بنفس السياق لرمي أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات من قبل المزارعين. وزارة الداخلية التركية بدورة أعلنت بتغريدة على حسابها بتويتر افتتاح الأسواق الشعبية أو البازارات كل يوم سبت خلال فترة الإغلاق الكامل يومي 8 و15 أيار من الساعة 10 الصبح حتى 5 العصر، وبأن المواطنين رح يقدروا يشتروا من أقرب سوق لألهم. فيديوهات رمي الخضروات اللي تداولوها رواد مواقع التواصل الاجتماعي صار فيها تباين بين حدا غاضب من رمي المحاصيل ونصح بالتبرع فيها بدل هالنهاية المأساوية، وبين اللي شاف انه الفلاح بحاجة لسوق يبيع فيها محصوله. تغريدة من حدا اسمه مفسم: يا ريت يوزعوها على الفقراء والمساكين احسن ما تنكب بالزبالة. اما نوراي فكتبت: للأسف ما حدا بيفكر بالفلاح، بيغلقوا الأسواق بدل ما يساعدوه ماديا بالعمل والمصاريف، كل التضامن معكم، اتمنى ان يسمعوا صوتكم. أما ساندي فكتبت: يعني هنن بيشتكوا من الفقر، بيروحوا بيرموها، ما يوزعوها للناس ببلاش. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتونس بفيديو من قلب غرفة العمليات بأحد مشافي العاصمة. الفيديو تم تصويره خلال عملية، بس المثير للجدل أنه اللي مشاركين الفيديو كانوا عم يرقصوا بالوقت اللي المريض بين إيديهم. خلونا نشوف سوا. هذا الفيديو استفز التونسيين وتفاعل معه الشارع التونسي بشكل كتير كبير. صلاح قال: عندهم وقت مشان يرقصوا والمريض بيستناهم حتى يكملوا، وبالآخر المريض بيموت والنقابة تبعهم بصير تتبكى وتتشكى وبيطلعوا مظلومين. تعليق آخر بيقول: ما دام ما في أي محاسبة كل واحد بيعمل اللي بده إياه. أما سليم كتب: عادي، هو مات المريض ولا صار له التهاب، المهم يجيبوا أكثر لايكات على الستوري. عبد الستار أخذ الأمور ببساطة شديدة وعلق: المهم المريض يقوم وما في عليه شيء وتنجح العملية، خذوا الفيديو من النواحي الإيجابية ورفع المزاج بهذا الظرف، وتحية لكل الطاقم الطبي والشبه طبي أينما وجدوا. أنتم مشاهدين أعطونا رأيكم، شو رأيكم بتصرف هذا الطاقم الطبي؟ هاي كانت آخر أخبارنا لليوم، وهيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيجدد معكم بكرة بحلقة جديدة. لا تنسوا تتابعونا على أوريانت وأوريانت بلس. مع السلامة. Thank you.